معاكم دكتور سيد محمود القيطان. محتاره وانت بتدوري على افضل زيت شعر موجود في السوق المصري ليكي ولبنتك، احنا جبنا لك افضل زيت شعر بتركيبه زيوت طبيعيه فعاله ومتميزه، بيعالج تساقط الشعر لاي سبب من الاسباب اللي انا هنقولها دي. حضرتك لو حامل، لو بترضعي، لو عاملة دايت، لو في مشكلة في التغذية نتيجة أنيميا، لو شعر متقصف، لو في تشقق في الأطراف، لو شعر خشن، لو في حضرتك متوترة، في عوامل نفسية بتؤدي لسقوط الشعر، الزيت اللي أنا جايبه لحضرتك فعال في علاج المشاكل دي. كمان مش بس كده، ده بيعالج سقوط الشعر لحالات الصلع الغير الوراثية، زي ما حضراتكم عارفين ان علاج الصلع الوراثي حاجة تانية خالص ومختلفة تماما. احنا كده جبتلك روني هير زيت شعر. زي ما حضرتك شفت كده روني هير زيت شعر، الزيت ده عبارة عن سبراي في زيوت طبيعية زي زيت الجوجوبا، زيت الروزماري وكل الجبل، زيت اللافندر، زيت جوز الهند، زيت جنين القمح، زيت البرافين، زيت الصبار، زيت الخروع. تخيل كمية زيوت ممتازة جدا وفعالة جدا في علاج تساقط الشعر. الزيت ده بنستخدمه ازاي يا دكتور؟ الزيت ده بنستخدمه، بنحطه 6 بخات مع التدليك، اقعد ادلك لفروه الشعر التدليك دقيقتين او 4 دقائق، الكلام ده الصبح واكرره بالليل كذلك. بالنسبه للاطفال ممكن استعمل 3 بخات مع التدليك من دقيقتين لاربع دقائق، مره الصبح ومره بالليل. مش بس كده، انا ممكن استعمل كمان حمام زيت. حمام زيت اعمله مره او مرتين في الاسبوع. اعمله ازاي؟ اعمله ان انا اغسل شعري بشامبو كويس، ولكن الشامبو ده حتى انا ممكن اغسل بالشامبو ده مرتين في الاسبوع، لو شامبو طبي مرتين في الاسبوع. واحط الزيت، وبعد كده احط فوطه مشبعه ببخار الميه، يعني فوطه كده مليان بخار ميه، احطها على الشعر واسيبه لساعه. حضرتك ما عندكش فوطه، عندك بروكاب الحارده ينفع طبعا في عمل حمام الايه، حمام الزيت. الروني هير منتج فعال ومتميز، وانا ذكرته لانه افضل منتج في السوق المصري في الزيوت الطبيعيه الفعاله دي بالسعر الرخيص اللي انا هقول لك عليه. تخيلي 40 جنيه بخاخ زيت، 40 جنيه. تخيلي مع الاسعار المرتفعه زيت 40 جنيه يعني ولا حاجه. الروني هير كمان لازم استعمله لمده شهرين متواصل، شهرين كمان عايز اقول لك ده 4 شهور، مفيش مشاكل منه، مش هيعمل جفاف للشعر، مش هينشف الشعر، امن، وامن الاطفال، وامن لجميع الاعمار. الزيت ده متميز وفعال، وانصحك ان انت تشتريه وتستمري عليه زي ما قلت لحضرتك شهرين لاربع شهور. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. سلام عليكم.